أذكر فضيلتك بجبهة علماء الأزهر أو ما سميت جبهة علماء الأزهر التي رفعت لواء المعارضة في الأزهر وجعلتنا نتساءل هل توجد في الأزهر معارضة؟ نحن نرحب بالمعارضة، ولكن الذي أقوله يا أستاذ عمر، الأزهر جبهة واحدة، لا يوجد شيء اسمه جبهة علماء الأزهر، وحتى من سجل جمعية بهذا الاسم فهو مخطئ. كون انه والقضاء حكم ب يعني كون ان وزارة الشؤون الاجتماعية من 20 سنة تسجل بهذه الجمعية باسم جبهة علماء الازهر هي مخطئة. لما؟ لان معنى ذلك بان الازهر جبهات، لا ابدا، الازهر جبهة واحدة ووحدة واحدة. ومن اراد مع كل هذا من اراد ان يعارض فمرحبا بالمعارضة، لكن ان يقول اعارض باسم جبهة علماء الازهر، لا. الازهر جبهة واحدة. ومنقول لسيادتك هذا الاسم في ذاته اسم قبيح، والا معنى ذلك بعد كده غدا هنقول جبهة علماء جامعة القاهرة وجبهة علماء جامعة عين شمس وجبهة لا، لو سمحنا بهذا حتى للجامعات الاخرى الا الازهر، لان المفروض انه جبهة واحدة لانه منطلق من كتاب. هي كلمة قبيحة. هذه الكلمة جبهة علماء الازهر تركيب قبيح، ومن سجله فهو جاهل. يعني يكون وزارة الشؤون الاجتماعية تقبل ان تسجل جمعية جبهة علماء الازهر، كان من الواجب عليها ان تقول لها نحن وزارة الشؤون دي وزارة تسجل جمعيات خيرية، جمعية خيرية لبناء كذا، جمعية خيرية لكسوة الفقير، جمعية خيرية لمساعدة المرضى، وإلا جبهة علماء الأزهر دي اللي سجلت بهذا الاسم ورضيت وزارة الشؤون أن تسجل بهذا، ماذا فعلت في 20 سنة؟ لم تنشئ مسجدا واحدا، لم تنشئ معهدا دينيا ابدا. وانما هي ارادت ان تكون معارضه بالطريقه اللي بيعمل تعمل حزب سياسي. هي تروح تسجل نفسها حزب الوفد، حزب الاحرار، حزب كذا، مرحبا. لكن تسجل نفسها بس جبهه علماء الازهر وتقبل وزاره الشؤون ان تسجلها بهذا الاسم، وزاره الشؤون مخطئه. ومن من العلماء سجل نفسه بهذا الاسم فهو بعيد عن الازهر كل البعد. ولماذا لم تعترض فضيلتك عليها في حينها؟ حين تسجيلها في وزارة الشؤون؟ لا، انا في هذا الوقت لم اكن مسؤولا في الازهر، دي هي مسجلة من اكتر من 20 سنة. وانا عندما جئت كشيخ للازهر ووجدت بانهم خرجوا عن الخط واخذوا المنشورات وكذا، قلت لهم لا، انتم تريدون ذلك فسجلوا انفسكم كحزب سياسي. عظيم.